تاني نقطة هنتكلم عنها بقى في الهيلث سيرفيسز دول، اللي هي الهيلث ابريزيال. هيلث ابريزيال زي ما احنا عارفين ان هي كونتينوس اسيسمنت وايفالويشن للهيلث، بعملها عن طريق 2C و2S. 2C كومبريهنسيف اكزامينيشن والكلينيكال سيرفيسز. طب ال2S اللي هما السكريننج تيست والسيرفي ستادي. ماشي. كومبريهنسيف ميديكال اكزامينيشن اللي هو الفحص الشامل التشيك اب، عايز اعرف فيه ايه التايم والكومبوننت. التايم بعمله امتى؟ البريباراتوري والسكندري سكول ودخله اليونيفرسيتي اللي هو الاعدادي والثانوي وبدايه الجامعه يعني. الكومبوننت بتاعه اللي هو مثلث التشخيص، هيستوري واكزامينيشن وانفستيجيشن. دي كده اول حاجه عندي. الكلينيكال سيرفيسز او الكلينيكال هيلث مونيتورنج، الكلينيكال سيرفيسز عندي 2B، بيريودك هيلث سوبرفيجن وبريفنتيف ميجرز بعملها للامراض اللي هو الموربيديتي. طب بالنسبه ده كده بالنسبه للموربيديتي، طب الكوموربيديتي بقى اعمل لها مونيتور اوف الديفرنت يوث ريليتد ريسك بيهيفير. ده كده بالنسبه للاتنين سي. الاتنين اس اللي هي السكريننج والسيرفي. السكريننج والسيرفي دول بعمل سكريننج عن شويه حاجات. السكريننج ده بعمله العيل مفستك فيزيكال جروس وسايكولوجيكال بروبلم، الاس سبستانس ابيوز والسيكشوال ترانسميتد ديزيز، والتي بي والكرونيك ديزيز زي زياده الكوليسترول والهايبرتنشن مثلا. يبقى ده كده السكريننج تيست والسيرفي ستادي اللي انا بعملهم. بعملهم لمين؟ لعيل مفاستك الاف البي اتش اللي هي الفيزيكال جروس والسايكولوجيكال بروبلم، الاس السبستانس ابيوز والسيكشوال ترانسميتد ديزيز، التي اللي هو التي بي كرونيك ديزيز زي زياده الكوليسترول والهايبرتنشن وكده. يبقى دي كانت تاني نقطه عندنا اللي هي كانت الهيلث ابريزيال. عندنا بقى هيلث هازارد بريفنشن وهيلث هازارد كنترول. هيلث هازارد بريفنشن اللي هي هيلث بروبلم بريفنشن عن طريق الاميونايزيشن التطعيم. ايه هو التطعيم اللي انا بديه للادلت في المرحله دي؟ بديله البي سي جي للناس اللي هم النون رياكتور، بديله المننجايتس، بديله تي دي. التي دي ده اللي هو كان اصله دي بي تي، بس طبعا ما بشيل منه البرتوسس علشان ما يعملش هايبر سنسيتيفيتي يعني، بدهوله في صوره تي دي. وعرفت بدي البي سي جي للناس اللي هم نون رياكتور والمننجايتس، وبدي الانفلونزا فاكسينز وحاجات تانية زي الام ام ار مثلا، وده اكتر للفيميل. دي تالت نقطة عندنا في الهيلث سيرفيس. رابع نقطة بقى اللي هي هيلث هازارد مانجمنت، هيلث هازارد كنترول، يعني ان انا اعمل مانجمنت للهيلث بروبلم. الهيلث بروبلم دول هعمل مانجمنت لخمس حاجات اللي هي السكس ريليتد بروبلمز، سموكينج والسبستانس ابيوز، ادوليسنت ماريج، ادوليسنت تشايلد ليبر، والانجرز. دي الحاجات اللي انا هعمل لها مانجمنت. كل حاجه بقى هعمل لها مانجمنت ازاي؟ كلهم بالتعليم. السكس ريليتد بروبلمز هعمل لهم education و intensive management لل adolescent pregnancy، احاول ان انا امنع ال adolescent pregnancy، و routine adolescent care. ال routine adolescent care يعني حاجة كده بصفة مستمرة، ان انا اعمل للبنت دي مثلا اعمل لها اللي هو البيبي سمير والفاجينال كالتشر. هعمله للبنت اللي هي sexually active علشان اشوف لو مثلا جالها sexual transmitted disease او حصل لها cervical cell changes او كده. يبقى كده انا دلوقتي خدت في الهيلث بروبلم مانجمنت خدت خمس حاجات هعمل لهم مانجمنت: سكس ريليتد بروبلمز، السبستانس ابيوز، الماريج اللي هي للتشايلد ليبر، والانجرز. اول حاجه بالنسبه للسكس ريليتد بروبلم قلت كلهم هيجوا بالتعليم، ان انا اعمل له سكس اديوكيشن وانتنسيف مانجمنت. انتنسيف مانجمنت للادوليسنت بريجنانسي، ان انا احاول ان انا اقلل الادوليسنت بريجنانسي. دي حاجه. حاجه تانية ان انا اعمل روتين ادوليسنت كير، روتين كير للبنت اللي هي بقى سيكشوالي اكتيف دي، ان انا اعمل عن طريق البابي سمير والفاجينال كالتشر. تاني حاجه اللي هي السموكينج والسبستانس ابيوز، هعمل ايه؟ اعمل لهم اديوكيشن، اديوكيشنال كامباين، حملات التوعيه، وانتنسيف سكول بيست ايفورت، والمدرسه يكون عليها ليها دور في الموضوع ده. البوتنشال ميثود بقى علشان امنع السبستانس ابيوز،
في عندي طرق عشان امنع السبستنس ابيوز بقى، اللي هي البارنتال مونيتورنج اللي هو رعاية الاب والام يعني، انهانس ان انا اشجع المورال رولز الاخلاق، ازود الاخلاق وكده، انفورسمنت بالقوة بقى عن طريق اللي هو القوانين اللي هي درينكينج ايج لو. ده كده بالنسبة للي هو السموكينج والسبستنس ابيوز، اللي هي الاديوكيشن التعليم educational combine، واللي هو الانتنسيف ايفورت. البوتنشال ميثود علشان امنعها اللي هي البارنتال مونيتورنج اللي هي الاباء يعني، وبعدين اللي انا اشجع الانهانسنج مورال رولز الاخلاق، وانفورسمنت ان انا بالقوة عن طريق القوانين بقى. الادوليسنت مارج انا عايزه اقلله، افويد المارج ده، انا عايزه ان انا افويد الادوليسنت مارج. طيب هقلله ازاي؟ ان انا مثلا اشجع الجيرل اديوكيشن، هخليها تكمل تعليمها وبعد ما تخلص تشتغل، هي جندر ايكواليتي ان هي بعد ما تخلص تشتغل، فكده ده بيقلل شويه من فرصه اللي هي الادوليسنت مارج. طيب بالنسبه للادوليسنت تشايلد ليبر، مفيش عندي بقى قانون بيمنع اللي هو ان هما يشتغلوا يعني، لكن ابقى متاكده ان هما enrollment in education مقيدين في التعليم، وابقى متاكده ان هما بيشتغلوا في supporting working environment، وابقى متاكده ان هما بيتقدم لهم nutritional و healthy care. القانون اللي عندي بقى، القانون الوحيد اللي اقدر استخدمه هنا، ان انا امنعهم ان هما يشتغلوا في hazardous occupation environment. يبقى ده كده بالنسبة ان انا اعمل management للchild labor. طب الانجرز بقى، بيقول لي ان الregulatory activities هي المore effective في الموضوع ده عن الeducational campaign، عن حملات التوعية. regulatory activities اللي هي بالقانون، اللي هي drinking age law اللي هي قوانين، motorcycle law اللي هي الرخصة وقوانين السواقة وكلام من ده، protective gear ابقى متأكدة ان هما في الathletic program بيستخدموا protective gear اللي هي ادوات الحماية. firearm بالنسبة للfirearm مش اي حد يجيبه، اللي هي الاسلحة والكلام ده مش اي حد يجيبها. يبقى بيقول لي ان انا اعمل لها كنترول ازاي. المور افكتيف عندي هنا اللي هو الريجولاتوري ميجرز دي اللي هي القوانين يعني، لكن انا لو قعدت اكلمهم كده وكلام عادي، في اللي هيسمع وفي اللي مش هيسمع، لكن القوانين دي كلهم هيحترموها يعني. طب مانجمنت الانجرز بقى، لو الانجري حصل اعمل له مانجمنت ازاي؟ اول حاجه الامرجنسي سيرفيسز، وبعدين اهتم بيه من ناحيه السايكولوجيكال، وطبعا الانجري اللي هو جاي بيه ده اعمل له مانجمنت واديله الادويه وكده، ولو كان الانجري ده ان هو منتحر احوله المينتال هيلث سيرفيس بعد ما يخرج. يبقى كده دي رابع نقطه عندي اللي هي هيلث بروبلم مانجمنت، ان انا اعمل مانجمنت للهيلث بروبلم. خدنا خمس حاجات وعملنا لهم مانجمنت، اللي هي 6 ريليتد بروبلمز، واللي هو والادوليسنت مارج والانجريز والادوليسنت تشايلد ليبر والسبستنس ابيوز. بالنسبه للي هو الستكس ريليتد بروبلمز، ان انا هعمل لها مانجمنت ازاي،